بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبقى لنا ايه؟ عايز بحط البطن اللي اليوزر بيدوس عليه في كالكوليت، والمكانين اللي هيعرض فيهم النتيجة اللي هي البرسنتج والجريد. فاروح اخد تكست فيو كده من اي حتة متنسق ومتظبط، وبعد بقى الفريم لاي اوت الثاني، بعد الفريم لاي اوت الثاني، لان انا عايز يبقى خلاص بعديه. بس انا هغير كلمة تكست فيو واخليه بطن بس مش اكتر من كده، وادي له بقى اي دي بقى يكون مختلف، هسميه مثلا ريزلت باتن. وكويس، الويث ماتش بيرنت عادي، الهايت لا، التكست يبقى ريزلت باتن. ماشي ماشي، الستايل والسايز ماشي. اوكي، نشوف كده شكله في الديزاين. ممكن نعمل له باك جراوند كلر كده عشان يبقى الزرار شكله مختلف شويه. مفيش مشكلة ان احنا نديله برضو لون يكون خفيف شوية، يعني الالوانات اللي ماشية معانا. طبعا اختار اللون انت عايزه، يعني مفيش اي مشكلة. اهو تمام، بس ديسبلاي ريزلت موجودة ناحية الشمال، انا عايز اخليها في السنتر. فالتكست الاينمنت مش فيوستر، تخليه للسنتر. تمام كده، كويس كده البطن كده شكله كويس. محتاج بقى ايه؟ كلمة يعني هاخد تكست فيو بيست زي ما كنا واخدينه. خليه دوت ستة ولا حاجة، خلي كل حاجة زي ما هي، بس احنا هنغير الليبل بتاعك لأن أنا عايز أعرض هنا البرسنتج خلاص. فالسترينج كنت سايب البير ليبل، خلاص برسنتج ليبل. تمام تمام تمام، ده الليبل. هاخد منه برضو واحد تاني بيست، اللي هو بقى المكان اللي أنا هظهر فيه النتيجة، اللي أنا هظهر فيه الإيه النتيجة. بس ده لازم يكون مسمى، لأن أنا هندي عليه في الكود وهحط فيه قيم، هسميه بير تكست ايه تكست فيو. والليبل اللي جواه مفيش ليبل، مفيش تكست اصلا، شيل التكست ده، احنا هنطلع فيه النتيجه اللي احنا عايزينها. ممكن اخلي تكست الايند في النص عشان النتيجه تطلع في السنتر. كويس جدا. طيب الاثنين تكست فيوز دول هم كده، انا هاخدهم كابي بيست عشان اطلع الايه الجريد، يعني ما هو البرسنتج اهو اللي تحتي، لا اللي تحتي عايز لون اللي هنطلع فيه النتيجه. لا ممكن نديله باك جراوند كلر، باك جراوند كلر للتاني ده عشان ده هيطلع فيه النتيجه فيبقى مميز شويه. باك جراوند ويدي له اي كلر برضو يكون قريب من الكلرز اللي احنا بنستخدمها. وممكن على فكره بعد ما اديله كلر برضو معين، يعني اظبط الخط، اكبر الخط شويه على السن دوت، يعني النتيجه اللي اليوزر بيدور عنها، فممكن اكبرها شويه عشان حجمها صغير. فاروح بس على التكست سايز اخليها مثلا رقم اكبر شويه، مثلا 24 كده. اهو الاثنين دول مع بعض اللي هو تو تكست فيوز، هاخد بقى منهم كابي بيست كده هم بالظبط. علشان ايه؟ علشان بنفس الاسلوب هعمل اللي هم التانيين اللي هم بتوع الجريد. فهنا بدل بير تكست فيو هيبقى اسمه جريد تكست فيو. تمام، مش جريد سويتش، جريد تكست فيو مظبوط. خلاص كده، ونروح بقى للايه للليبل بتاعه. ايوه، نخلي بس نديله سبعه ولا اي حاجه بقى. بس ده برضو انا هسميه جريد تكست فيو ليبل. ليه هسميه؟ عشان انا عندي زرار بيخفي الجريدز او يظهر الجريد، فساعتها هبقى عايز اخفي الليبل والايه النتيجه بتاعته، اخفيهم هما الاثنين او ازورهم هما الاثنين. اهو نادي على الليبل بتاعه كده. تمام كده، متهيألي كده خلصنا التصميم بتاع الاب بتاعنا، وجاهزين ان شاء الله ان احنا نكود بقى. ايوه تقريبا التصميم كده خلص، المكان بتاع النيم، مكان السكور، هكتب هنا اسمه وهكتب هنا الدرجه بتاعته. تمام، هختار السنه او كده، اختار بقى السنه اللي هو الاكاديميك يير اللي هو فيها، واختار كلامانس سكور او جريد، وديسبلاي ريزلت يطلع البرسنتج والجريد ان شاء الله.